السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله تالت سيشن في كورس السيكوال فور تيسترز، وهنتعلم مع بعض كويريز جديدة وفانكشنز جديدة. النهارده ان شاء الله هنتعلم الابديت والديليت، المين والماكس فانكشنز، الكاونت والافريج والسم فانكشن. ويلا بينا نبدأ بالابديت. فكرة الابديت ببساطة هو ان انا بعمل ابديت لريكورد معين جوه التيبل بتاعي في الداتابيز. طيب يعني ايه بعمل ابديت لريكورد معين؟ يعني بعمل تعديل للريكورد ده. لنفترض مثلا التيبل اللي احنا بنتعامل معاه اللي هو بتاع الموفيز، انا اقدر اعمل ابديت للتايتل بتاع الموفي، واقدر اعمل ابديت للسنه اللي اتعمل فيها الموفي. كمان على اي تيبل في اي داتابيز هتتعامل معاه تقدر تابديت اي ريكورد انت عايز تعمل له ابديت. طيب تعالوا نبص مع بعض على الاستراكشر وبعد كده ناخد عليها مثال عمل. زي ما احنا شايفين انا في الاستراكشر انا بعمل ابديت تيبل نيم، بحط اسم التيبل اللي انا هعمل فيه الابديت وبقول له بعد كده سيت كولوم 1 ايكوال فاليو 1، ان الكولوم الفلاني اللي هو مثلا تايتل ايكوال كذا، وان كولوم 2 اللي هو يير ايكوال كذا. فده معناه ان هو يروح يعدل في التايتل والير بتاعه الافلام كلها اللي في السيستم، عشان كده انا لازم اديله الوير. ممكن اقول له واحط اي كونديشن ان الاي دي بيساوي كذا، او التايتل بيساوي كذا، او الير بيساوي كذا. يعني افترض مثلا انا قلت له هنا ان الير بتساوي 1996، ده معناه ان كل الافلام اللي اتعملت 1996 هتتغير. اما لو قلت له ان الاي دي بتاعه 10000 هيروح يغير الفيلم اللي الاي دي بتاعه 10000 بس. طيب هناخد اكزامبل على الكلام ده. هنا برضو زي ما قلنا تيبل اللي اسمه موفيز، بعد كده سيت ان التايتل كولوم اللي احنا نختاره باسم تيستنج كورس 24، والير الكولوم اللي اسمه يير ب 2024 وير، وحطيت الكونديشن بتاعي ان التايتل يساوي تيستنج كورس 22. يعني اي فيلم اسمه تيستنج كورس 22 هيتغير، هيبقى تيستنج كورس 24 والير هتساوي 24. تعالوا ناخد مع بعض مثال عملي عليها على الداتابيز. هنا انا بس عملت سيلكت اول فروم الموفيز وقلت الوير التايتل تيستنج كورس 22 عشان اوريكم ان انا عندي بس على الداتابيز فيلم اسمه تيستنج كورس 22 اتعمل سنه 2022. طيب الفيلم ده بقى انا عايز اعمل له ابديت، عايز اغير التايتل بتاعه اخليه بدل تيستنج كورس 22 تيستنج كورس 24، والير دي اخليها بدل 2022 2024. ازاي ممكن اعمل ده؟ زي ما احنا قلنا بالابديت. فاقول له هنا ابديت اسم التيبل اللي انا هعمل له ابديت اللي هو موفيز، وبعد كده هبدا اسيت الفاليوز بتاعتي. هقول له سيت، وبعد كده هحط اسم الكولوم واسم الفاليو. انا مثلا عندي تايتل، كولوم اللي اسمه تايتل ده هياخد الفاليو تيستنج كورس 24، وبعد كده الكولوم اللي اسمه يير هياخد 2024. طيب ده معناه ايه لحد هنا؟ لحد هنا وهيغير كل الافلام اللي في الداتابيز بالاسم ده والتاريخ ده. طيب عشان اغير الفيلم اللي انا عايزه لازم اديله الوير او الشرط بتاعي. فانا هقول له هنا ان وير تايتل ايكوال تيستنج كورس 2022. يعني والله لما يبقى التايتل تيستنج كورس 2022 غيره وخليه تيستنج كورس 2024. بالمناسبه يا جماعه اللي انا عامله ده لو في اكتر من فيلم اسمه تيستنج كورس 2022 كلهم هيتغيروا. لو عايز اغير فيلم بعينه بستخدم حاجه زي الاي دي، لو استخدمت ان الاي دي ايكوال الرقم ده ده عمره ما هيتكرر وهيعمل ابديت للفيلم ده بس. تعالوا بقى نرن الكويري بتاعتنا كده. هو قال لي خلاص تم من غير مشاكل وان الابديت حصل. فاكرين السيلكت اللي انا كنت عاملها؟ تعالوا كده نرجعها تاني. سيلكت اول فروم موفيز وير التايتل تيستنج كورس 2022. تعالوا نرن ده كده، هتلاقي ان الريزلت زيرو رو، مفيش اي نتيجه ظهرت لان ما عادش فيه افلام بالاسم ده. طيب لو خليت ال 2022 دي 24 وعملت ران المره دي هتلاقي الفيلم ظهر معاك. لو فاكرين الفيلم بنفس الاي دي بس اسمه اتغير تيستنج كورس 24 والير بتاعته بقت 24. هي دي فكره الابديت ببساطه. خلونا نتكلم دلوقتي عن حاجه جديده وهي الديليت. فكره الديليت ببساطه هو انا عايز امسح ريكورد من التيبل بتاعي. يعني ايه؟ يعني في المثال اللي احنا بنتكلم عليه ان انا مثلا عايز امسح فيلم من التيبل بتاع الموفيز بتاعي. طب الاستراكشر بتاعها بيكون ازاي؟ اول حاجه بكتب ديليت فروم، وبعد كده بكتب اسم التيبل، بعد كده بحط الوير والكونديشن بتاعي. الاستراكشر بتاعها بسيط جدا وما فيهوش اي حاجه. زي ما قلنا هدفها هو ان انا اعمل ديليت لريكورد من الداتابيز. طيب مثال، لما اقول له هنا ديليت فروم التيبل اللي اسمه موفيز وير تايتل ايكوال تيستنج كورس 2024، لما التايتل يكون تيستنج كورس 2024. تعالوا ناخد مع بعض مثال عملي عليها على الداتابيز. انا هنا عندي في الداتابيز قلت له سيلكت اول فروم الموفيز، اختار كل حاجه من الموفيز لما يكون التايتل تيستنج كورس 2024. ده الموفي اللي انا عايز امسحه. فانا عشان امسحه اقول له ديليت فروم، وبعد كده اسم التيبل اللي انا همسح منه اللي هو موفيز. كده هو هيمسح كل حاجه في الموفيز. عشان كده لازم اقول له الشرط اللي هيخليه يمسح، اقول له وير ان التايتل ايكوال تيستنج كورس 24. لو جيت دلوقتي وعملت اكسكيوت فهيقول لي ان الموضوع خلص من غير ايرور وان انا مسحت موفي معين. دلوقتي تيجي نعمل السيلكت تاني اللي احنا كنا عاملينه، سيلكت اول فروم موفيز وير ان التايتل ايكوال تيستنج كورس 2024. لو جيت عملت ران دلوقتي هيقول لي زيرو روز، خلاص الفيلم ده اتمسح وما عادش موجود. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالديليت. دلوقتي هنتكلم عن موضوع جديد وهو الفانكشنز. واول تو فانكشنز هنتكلم عليهم هم المين والماكس. الفانكشنز دي بتشتغل مع الكولومز اللي فيها اعداد فقط او فيها انتجرز فقط، مش هتشتغل مع الكولومز اللي فيها سترينجز.
اول حاجه معانا هي المين او المينيموم، وده بيجيب اقل قيمه في الكولوم. يعني لو انا عندي كولوم متكون من ارقام، في كل رو في رقم، انا عندي 100 رقم في الكولوم ده، لما اقول له سيلكت من واقول له اسم الكولوم، فده معناه ان هو هيختار اقل قيمه موجوده في الكولوم ده. طيب تعالوا نبص على الاستراكشر بتاعها زي ما اتعودنا، وناخد عليها مثال على الداتابيز. الاستراكشر بتاعها انا بقول له سيلكت عادي خالص، وبعد كده بقول له من، وبعد كده بقول له الكولوم نيم. نفترض مثلا انا عندي تيبل جديد هنتعرف عليه في الداتابيز اسمه ريت، ده بيديك تقييمات للافلام وعدد الناس اللي عملوا فوت، فده تيبل فيه كولومز فيه ارقام نقدر نجرب عليها الفانكشنز بتاعتنا. فهقول مثلا سيلكت مين اسم الكولوم فروم اسم التيبل اللي انا بسلكت منه وير، واحط الكونديشن بتاعي عادي خالص. يعني لو خدنا مثال على الكلام ده، اقول له سيلكت من الفوتس كولوم اسمه فوتس من التيبل اللي اسمه ريتنجز وير، ان الريت يكون اكبر من 7. لما يكون الريت اكبر من 7 يبقى انا عايز اقل نسبه فوت للافلام اللي الريت بتاعها اكبر من 7. تعالوا ناخد المثال ده مع بعض على الداتابيز ونشوف احنا ممكن نعمله ازاي. الاول تعالوا نتعرف على التيبل الجديد بتاعنا. انا لو عملت هنا براوز تيبل وجيت انا اخترت التيبل اللي اسمه ريتس، هلاقي ان التيبل ده في الموفي اي دي والريتنج والفوتس، تيبل اسمه ريتنجز. يبقى انا هنا هعمل ايه؟ فانا هاجي هنا هقول له سيلكت من وافتح قوس اسم الكولوم اللي انا هسلكته، اسم الكولوم هنا لو رجعنا للداتا اسمه فوتس، هقول له فوتس فروم اسم التيبل اللي انا باخد منه الكولوم ده اللي هو ريتنجز وير ان الريتنج ايكوال او اكبر من 7. لو جيت رنيت ده كده هيقول لي ان المينيمم 5، اقل فيلم واخد نسبة تصويت والريتنج بتاعه اعلى من 7 هو 5، وهي دي فكرة المين. بعد ما خلصنا كلام عن المين خلونا نبدأ نتكلم عن الماكس. والماكس زي المين بالظبط، زي ما قلنا ان المين بتجيب اصغر رقم موجود في الكولوم ده، ماكس بتجيب اكبر رقم موجود في الكولوم ده. نفس الاستراكشر ونفس الاستخدام، الفرق الوحيد في النتيجه، مين بتجيب اصغر رقم موجود في الكولوم وماكس بتجيب اكبر رقم موجود في الكولوم. طيب تعالوا نبص على الاستراكشر بتاعها. زي ما احنا شايفين بعمل سيلكت، بدل ما بكتب مين بكتب ماكس، وبرده اسم الكولوم نيم بين قوسين زي ما كنا بنعمل في المين، وبعد كده فروم اسم التيبل اللي انا بستخدمه وير، وبحط الكونديشن بتاعي لو انا عندي كونديشن. مثال زي ما كنا بنقول سيلكت ماكس لل votes زي ما عملنا بالظبط from table اللي اسمه ratings وير الريت اكبر من 7. وتعالوا نشوف احنا ازاي ممكن نعمل ده على الداتابيز مع بعض. ده المثال بتاع المين، واحنا كنا شفنا ان المين بتاعه 5، خلونا بس نغير مين دي نخليها ماكس. نفس كل حاجه، هسلكت ماكس للكولوم اللي اسمه votes من التيبل اللي اسمه ريتس لما يكون الريت بتاعه اكبر من 7. هلاقي ان الماكس فوت طلع معايا بالرقم ده 2,151,336، ده اكبر رقم عمل فوت لاي فيلم واخد الريت اكبر من 7. يبقى زي ما شفنا ده الفرق بين المين والماكس. لما كنت عامل مين جاب لي اقل فيلم في عدد فوتس واللي هو ايه اللي هو كان واخد 5 فوتس، اما الماكس جاب لي اكبر نسبه فوتس الفيلم الريت بتاعه اكبر من 7 اللي هو الرقم اللي احنا قلنا عليه ده. بعد ما خلصنا دلوقتي الكلام عن المين والماكس خلونا نتكلم عن ثلاثه فانكشنز جداد وهما الكاونت والافريج والسم. الثلاثه بيشتغلوا بنفس الفكره وبنفس الاستراكشر بتاع المين والماكس بس استخداماتهم مختلفه. وتعالوا نبدا كلام بالكاونت. ايه فكره الكاونت؟ الكاونت ببساطه هو اني بستخدمها عشان اعد عدد الريكوردز اللي موجوده في الكولوم بتاعي. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي كولوم معين وعايز اعد عدد الريكوردز الموجوده فيه، في 20,000 ريكورد، في 50,000 ريكورد، في 100,000 ريكورد، عايز اعد الريكوردز اللي فيه، بستخدم ايه؟ بستخدم الفانكشن اللي اسمها كاونت. كاونت لو استخدمتها لوحدها من غير الوير هتطلعش كونديشن، هتعد الكولوم كله، لو حطيت لها الوير هتعد لك الريكوردز اللي بتطبق الشرط ده. تعالوا نبص على الاستراكشر بتاعها مع بعض. نفس الاستراكشر اتكلمنا فيه في المين والماكس، سيلكت بس بدل مين وماكس بحط كاونت، اسم الكولوم بين قوسين فروم اسم التيبل اللي انا بستخدمه وير، وبحط الكونديشن بتاعي. يعني لو مثال هقول له سيلكت كاونت للفوتس برده فروم التيبل اللي اسمه ريتنجز لما يكون الريت اكبر من 7. ده هيحسب ايه؟ ده هيحسب كل فوت معمول لفيلم اكبر من 7. ده معناه ان هو هيجيب لي عدد الفوتس للافلام اللي اكبر من 7، مش عدد فوتس الافلام اللي اكبر من 7، لا، في كام فيلم اكبر من 7 واخد فوت، ده هو هيعده لي. مثال لما اقول له سيلكت كاونت الفوت فروم التيبل اللي اسمه ريتنج وير الريت اكبر من 7، ده هيعمل ايه؟ ده هيعد لي الافلام اللي واخده فوتس اكبر من 7، مش هيعد لي مجموع الفوتس اللي كل الافلام الاكبر من 7، لا، هيقول لي في كام فيلم واخد فوتس اكبر من 7، ان التيبل بتاع فوتس فيه ريكورد، هو جاست هيعد الريكورد ده از 1. والله لو واخد مليون فوتس بس هو ده فيلم فهياخد 1، ولو واخد فوت واحد بس ده فيلم هياخد برده 1، فهيبدا يعدهم كل فيلم واخد فوتس واخد تقييم اكبر من 7 هيبدا يطلعه لي بريزلت 1. تعالوا نطبق ده على الداتابيز ونشوف هيحصل ازاي. انا هنا زي ما
قلنا هو نفس الاستراكشر بتاع المين والماكس، بس الفرق في الاستخدام. فانا هغير الماكس واخليه اكاونت واعمل اكسكيوت، هيطلع لي هنا الريزلت 51987. طب ده رقم ايه؟ ده عدد الافلام اللي واخده ريت اكبر من 7 وفي حد عمل لها فوت. يعني لو في فيلم واخد ريت اكبر من 7 ومحدش عمل له فوت، ده مش هيظهر معانا في الريزلت هنا. هو هنا عدلك الافلام اللي واخده فوتس والريت بتاعها اكبر من 7. تعالوا دلوقتي نتكلم على فانكشن جديده وهي الافرج. الافرج هي فانكشن انا بستخدمها علشان اجيب المتوسط مجموع ارقام موجوده في الكون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نفترض مثلا في الريتس، لو انا عايز اجيب متوسط الريتس بتاعته، هو هيجمع كل الريتس اللي موجوده ويقسمها على عددها. دي قاعده عامه اسمها المتوسط، لو اي حد درس احصاء هيعرف المتوسط. الافرج او المتوسط هو ان انا مثلا لو عندي ايتمز، عندي 100 ايتم، كل ايتم فيهم ليه سعر معين، وعايز اجيب متوسط الاسعار للايتمز دي كلها، فانا هعمل ايه؟ انا هجمع اسعار ال100 ايتم دول، في ايتم بجنيه، ايتم ب5، ايتم ب10، ايتم ب100، ايتم ب1000، هجمع الاسعار دي كلها واقسمهم على عددهم، اقسمهم على 100، والرقم اللي هيطلع ده هيكون المتوسط بتاعي. فانا لو عايز اجيب المتوسط لاي كولوم نيوميريكال او عددي بستخدم الفانكشن اللي اسمها الافرج. طيب تعالوا نبص على الاستراكشر مع بعض وناخد عليها مثال. لو بصيت هنا هي نفس الاستراكشر زي ما اتفقنا مع المين والماكس والكاونت افرج، وكمان السم اللي هنشرحها كمان شويه، كلهم بيشتركوا في نفس الاستراكشر. سيلكت الافرج برده الكولوم نيم بين قوسين فروم التيبل نيم، وبرده بقدر احط الكونديشن بتاعي. لو ما حطيتش الكونديشن هو يعمل افرج للكولوم كله، لو حطيت الكونديشن هو هيحط افرج للحاجات اللي بيطبق عليها الشرط بتاعك بس. تعالوا نطبق ده على الداتابيس. برده انا كل اللي هعمله هغير كاونت دي اخليها افرج. طيب انا كده عملت ايه؟ انا قلت له هات لي الافرج بتاعت الفوتس، يعني هتاخد بقى ده واخد فوتس 50 فوت، وده واخد 1000 فوت، وده واخد مليون فوت، هتجمع كل الفوتس دول على بعض اللي موجوده في ريت، بس بشرط الريت ده يكون اكبر من 7. لو ده اتحقق هتجمعهم لي على بعض وتقسمهم على عددهم وتطلع لي النتيجه. فلو عملت اكسكيوت دلوقتي هلاقي ان الافرج او المعدل هو 7443.91% وشويه كسور. طيب الكسور دي جت منين؟ اكيد مفيش يعني كسر بني ادم عمل فوت، لا، الفكره ان ده متوسط، هو جمع كل الارقام وقسمهم على عددهم، وبالتالي وارد ان يظهر معايا كسور في العمليه دي. اذا فهو ده متوسط عدد الفوتس في الويب سايت لكل الافلام اللي الريت بتاعها اكبر من 7. اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده هي السم، والسم زي الكاونت والافرج هي برضو بتعمل عمليه حسابيه على الكولوم، بس السم من اسمها هي بتجمع، فهي بتجمع لي كل القيم اللي موجوده في الكولوم ده. طيب تعالوا نبص على الاستراكشر وناخد عليها مثال سريع. زي ما احنا شايفين نفس الاستراكشر بالظبط، سيلكت سم الكولوم نيم فروم التيبل نيم، وبرضو بحط الوير والكونديشن بتاعه. لو خدنا مثال هو نفس المثال احنا شغالين عليه، قلت له سم الفوتس للكولوم اللي اسمه ريتنجز لما الريت تكون اكبر من 7، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو هيجمع كل الفوتس لكل الافلام اللي اكبر من 7. اي فيلم اكبر من 7 واخد فوت 100 فوت زائد 200 فوت زائد 300 فوت، المره دي لا هيعدهم ولا هياخد الافرج بتاعهم، ده هيجمعهم على بعض. طيب تعالوا نطبق ده على الداتابيز وبرده نشوف بيتعمل ازاي. انا لو جيت هنا وخليت دي سم وعملت اكسكيوت هيطلع لك الرقم ده. الرقم ده رقم كبير جدا، ليه؟ لان ده مجموع كل الفوتس اللي موجوده لكل الافلام اللي على الداتابيز اللي الريت بتاعها اكبر من 7. بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير، وما تنسوش تشتركوا على القناه عشان يوصلكم كل الحلقات بمجرد ما تترفع. وفكركم لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن الكورسات اللي بنقدمها هتلاقي اللينك بكل التفاصيل في وصف الفيديو من تحت، او تقدر تعمل سكان للكيو ار كود ده وهيوصلك كل التفاصيل عن الدبلومات اللي احنا بنقدمها في مجال السوفت وير تيستينج. اتمنى تكون الحلقه كانت مفيده ليكم، واتمنى لكم كل توفيق.